عسلام الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم شوربة سهلة ماهلة ومغذية برشا برشا برشا. تبعوني وشوفوا الطريقة متاحها كيفاش. واللي مازال ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك في القناة، يفعل الجرس وباش يوصلوا كل جديد نهبطوا. وتوا شوفوا معايا باز متاع الشوربة هذية، اللي هو القراع الأحمر، هو احسن نوع نورمال ما يجي النوع هذايا، والا كان نوع الطويل هذاك يعني يبدا حلو ومطعمه باهي. مثلا هذايا نجم ندخله منه، اما مش برشا برشا، هالنوع هذايا زاده باهي، اما نحطه منه شويه ما نكثروش. يعني الباز متاعها هذايا نجم ندخله حتى 3 انواع والا 4 انواع. يعني لهنا معروف الخريف بموسم القراع، وموجود يعني اللي هو اليقطين موجود بكثره وانواع لا تحصى ولا تعد. انا باش نطيب الشوربه بطريقتي، يعني بطريقه سهله، خاطر فما برشا يعني طرق، هذه ابسط طريقه انا مستنسه يعني نعملها. دونك الحاجه اللي ننصحكم بها يعني الامهات، وكلوا ولادكم الحاجات الصحيه حتى ولو انتم ما تحبوهاش، خاصه الشوربه هذه انا ناكد لك يعني اللي التوانسه ما نحبوهاش برشا برشا. يعني القراع ناكلوه في كسكسي والا مرقه قراع، طبيخه قراع، يعني في حاجات اخرى، اما هكا شوربه طول وشوربه قراع اوه يعني جي في مخه ديريكت ماستا يعني. اما شوفوا معايا الطريقه كيفاش يعني تجي بنينه ومن غير الحم ومن غير يعني مكونات اخرى. يعني الباز هو القراع، نزيدوها بصل، سفناريا يعني كعبه ولا 2 سفناريا يعني نجموا نحطوهم، طماطم كعب نجموا نزيدوا كعبه ولا نجموا نستغنوا عليها، والثوم يعني هذا الباز متاعها، وسهله يعني ما فهمش من اسهل منها. هي شوربه كريميه يزينوها في الاخر بقلوب القراع هذومه، والا هكا يبدو هكا مرحيين هكا شويه، ويزينوها زاد بالكربس كيرن اول اللي هو زيت قلوب اليقطين هذية، يعصروه زاد ويعملوا منه زيوت، الزيت يعني ياكلوه ياسر صحي، الزيت هذا موجود لهنا في النمسا ياكلوه. اوكي هو ماهوش رخيص اما ياسر صحي. فما منطقه لهنا معروفه في النمسا اللي هي اسمها شتايا مارك، معروفه يعني بالكاليتي يعني بنوعيه الزيت هذايا متاع القلوب القراع. انا باش نوريكم الزيت هذا يعني كيفاش لونه، خاطر لونه هكا شويه احنا بيزار مانيش مستانسين بيه، اما ياسر بنين حتى بالخبز بنين. بسم الله لونه اخضر داكن يعني يميل هكا للمارون، هذايا لون الزيت يظهر لنا احنا خاصة التوانسة كيف لون الملوخية، اما هو ياسر ياسر صحي راهو شا لونه، وبنين بنين يعني للي يجربوا ياكلوا حتى بالخبز يعني بنين وصحي بالطبيعة. هكا مثلا يبدأ في الخبز هكا لونه، يظهر لنا احنا كيف الملوخية، اما ياسر بنين المطعم متاعو، وبالطبيعة لونه باش يجي كيف يعني القلوب هذيك. هذاك هو زيت قلوب القراع. نأكد لكم اللي هي باش تعجبكم الطريقة وباش تجربوها وباش تشوفوها قديشها بنينة. ما عليا كان باش تاو باش نقشر الخضرة ونغسلها ونحطها كلها في طنجرة مع بعضها الطيب. بالطبيعة ناخذ الحذر متاعنا في القصان، القشرة متاعو للي يحب يقشرها وللي يحب يخليها، انا نخليها القشرة، اما باش نوريكم اذا كان تحبوا تقشروها كيفاش تقشروها. تقصوها بعد ما تقصوها هكا، ما تبدوش تقشروا هكا، راهي طريقة غالطة للي يشدوا السكينة هكا ويبدوا يقشروا، خاطر كل مرة تزلق توا كيف توا زلقت السكينة يعني تعمل نجم تتجرح.
اذا كان تحبوا تقشروه، اما هو راهو النجم نخلوه بقشرته، خاطر القشره بعديك تذوب، قشرته ياسر رهيفه يعني بريسكها هايكه، القشره نتاعو رهيفه على الاخر. انا ما نستعملهاش هيك الطريقه هكا بالسكينه، ديما على البلونش نقص. تنجموا تقصوا هكا باش تنحولوا القشور نتاعو، هذه اسهل طريقه هكا تقشروه، حتى كان باش تقعدوا فيه برشا اما مضمون لكم ما تجرحوش رواحكم الطريقه هذه باش ما تجرحوش رواحكم. اللي يحب يقشر، اما انا راه مانيش باش نقشرو، جيست حبيت نوريكم كيفاش. وبعد ديك تقلبوه على الشيره هذه وتبدو من النص وتزيدوا تعاودوا تقشروا هكا. هكا هكا نقشروه. النوعية هذه راهو النجم وما نقشروهاش، ما فيهاش حتى مضر القشرة متاعها، المهم نغسلوها بالقدا بالقدا ونحطوها بقشورها. حبيت نقشر لكم هذه للي يعني ما يحبش القشرة. سبحان الله، فما عباد تقول لك ليه ما ناكلوش بالقشرة. اللي يتقشر هذايا سيفري يتقشر نحو القشرة متاعه، خاطر القشرة متاعه خشينة وما تذوبش. هذا قشرته رهيفة على الاخر، راهو بالحق قشرته ياسر رهيفة. اوكي انا نكمل نقص الكربس متاعي، اليقطين، القراع، القراع، كل واحد شنو يسميه. قشرت لكم هكا الجيس، باش نزيد نعاود نوريكم طريقة التقشير في اي حاجة، حتى في النوع الاخر نقشره بالطريقة هذه. وكهو طو نكمل انا نقص. Thank you.
في اثنين نص باش نخليه ما فيش حتى شيء هكا وخاثر، مانيش باش نزيد نحلو يعني بالماء والا بالشوربه ولا بالكريمه. والنص الاخر باش نحط فيه الكريمه السائله وباش نطيبه، يعني نزيد نحطه شويه على الغاز يغلي. والنص الاخر باش نخبيه، يا اما نخبوه في الكونجيلاتور بالسماكة هذه وبعد النجم ونرخفوه بالماء ولا بالكريمه والا بشوربه خضار، يعني الماء نتاع شوربه الخضره. كل واحد شنو يحب، كل واحد الجو والمطعم اللي يحبه. بالنسبه لهذه باش نخليها هكاك، مانيش باش نزيدها حتى شاي، باش نخليها بالسمك هذاك. هذه تاو باش نرجعها تغلي شويه، تغلي وباش تخرج منها اكل فقاقيع نتاع الهواء نتاع الميكسور، ونزيدها الكريمه ونذوقه مثلا على الملح، واللي يحب يزيد فلفل اكحل يزيد. اما هي هكا يعني طعمه، يعني طعمه اخرى، يعني اللي ذوقوها وهي هكا يعني من غير ما تزيدوها يعني منكهات اخرى، وشوفوها يعني قديش بنينه. انا يعني الشوربه مثلا ما نزيدهاش المكعبات، مكعبات الشوربه هذيك عرفتوني شنو نقصد، انا ما نستعملهاش. وقت اللي نرجعوها على النار الكسرونه وهي هكا يعني بيوري، نردوا بال نحطوا نار ضعيفه على خاطر تبدا تبقبق وتنجم تتنطر علينا، يعني ردوا بالكم يعني خطيره. انا تو باش نزيد الكريمه السائله، نجم نصبوا هكا يعني وعينا ميزاننا، ونحركوا. وكي نزيدوا الكريمه بالطبيعه النار خفيفه، واذا كان ما نحبوش نحطوا كميه كريمه يعني كميه كبيره نجمو نزيدوها شويه ماء. والا نخلطوا الكريمه بالحليب، تو نخلوها تغلي قدر 5 دقائق مع الكريمه. وبالطبيعه كل واحد والذوق نتاعو، اللي يحبها اكثر والا اللي يحبها اجرى شويه يزيدها الماء ولا الحليب. اما هي اسمها كيربس كريم سوبا، يعني تجي كريميه، يعني شوربة القرع الكريمي. كيف باش نترجمها يعني، يعني شوربة كريمية، شوربة تحسها كالكريمة. انا ذقتها باش نزيدها شوية ملح، مش برشا، ناقصة شوية، وشوية فلفل اكحل للي يحب. وهذه كانت شوربة القرع اللي هي تبدأ كيف الكريمة، كيما يسموها لهنا كيربس كريم سوبا. ان شاء الله تكون عجبتكم، جربوها وما تندموش، حتى اللي عمره ما جربها الشوربة هذه اكيد باش تعجبو. وبسلامة.